جميل محمود متولي، بنرحب بيك. اهلا بيك، ازيك؟ كلمنا عن حضورك النهارده في ختام المهرجان المصري، هتحب تقول ايه؟ بص، انا مش اول مره احضر طبعا ختام مهرجان القومي للمسرح. انا بهتم احضر عروضه كمان، لانه بيبقى عرس فني كبير جدا، وانا بستمتع بكل العروض، لان انت بتشوف مسرح معين. مثلا لو بنتكلم على مسرح مثلا هناجر، لو حضرت فيه اربع عروض ورا بعض، بتحس ان عالم او الفراغ بتاع المسرح ده اتغير تماما، بقى حاجه تانية، بقى في عالم تاني، برؤيه مخرج ورؤيه مؤلف ورؤيه مهندس ديكور وممثلين. فالمسرح دايما متغير وفي طاقه كبيره جدا. انا بحب صراحه ابقى متابع، وكمان كنت مشارك السنه دي بعرض يهوذا في المهرجان. انتقل للدراما، انت حيرت الناس معاك، انت مازن ولا الاب الروحي؟ كله محتار. انا محتار. والله انا الشخصيه اللي اتكتبت من البدايه، انه حد يبقى مزروع في وسط عيله، فبادي الشخصيه ان انا خطيب ياسمين دلوقتي او جوزها، فبالتالي الناس بتصدقني في المرحله دي، لان انا كمان مصدقها. يعني استحاله تبقى انت داخل كظابط او متسوس من امن الدوله او يعني، فتبقى انت داخل ومبين انك وراك حاجه، ما ينفعش. لا، لازم تكون شاطر كمان كممثل جوه التمثيل. طبعا واخد شخصيتين في المسلسل. هم ثلاثه، لانه في الاول بيطلع الراجل الكيوت اللي بيحب خطيبته، الهادي الجميل اللي ايه ده مخدرات، لا انا مش هشتغل، وبعد كده بيكتشف ان هو خاين فالناس بتكرهه، وبعدين يكتشفوا ان هو ظابط وبرضه فاضلين بيكرهوه. في